اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل يرجى إعادة الإعادة على تطبيقك الخاص تيك توك. ما عليك أن تقوم بالفعل لحل هذا المشكل، يكفي فقط أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا، ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة، ثم سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط على التطبيقات. نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه القائمة، سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا تضغط على التطبيقات، نضغط هنا على تيك توك. نأتي إلى نافذة التيك توك إلى هذه القائمة، تضغط على إيقاف إجباري، تضغط على موافق، ثم تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين. نأتي إلى نافذة مكان التخزين، تضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم ب يعني إطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو.